أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم أبو عبد الله. أبو عبد الله رسالته تضمنت جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: كيف يتم الاستخلاف في الصلاة في جميع المواضع، في الوقوف وقبل وبعد قراءة الفاتحة وأثناء الركوع والسجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الاستخلاف في الصلاة معناه أن يعرض للإمام عارض يقتضي خروجه من الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة بهم، فيكون خليفة عنه فيما بقي من الصلاة. كان يحس الإمام بمرض لا يستطيع معه الاستمرار، أو يخاف من انتقاض وضوئه فيتأخر، ويتقدم أحد المأمومين ويكون مكانه ويكمل الصلاة، سواء كان هذا في أثناء القيام أو في أثناء الجلوس. ويبني الإمام، يبني المستخلف على صلاة الإمام ويكمل ما بقي. هذا هو معنى الاستخلاف في الصلاة، كما استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الاستخلاف في هيئات معينة من الصلاة شيخ صالح، فيسأل عن هيئة الاستخلاف في الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير. بينا هذا، قلنا إنه يتأخر. نعم، سواء كان في القيام أو كان في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد، يتأخر ويتقدم الخليفة مكانه ويكمل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانوا في أثناء الجلوس بين السجدتين، يتقدم المستخلف وهو في جلسته تلك، أو كيف يكون التصرف جزاكم الله خيرا؟ لا مانع أن يتقدم، سواء وهو جالس أو يتقدم أو يمشي، يقوم ويمشي. نعم، لا مانع من ذلك.